التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر حيث يسير على البركة. شوطنا أيضا 19 في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، والخاص بمنافسة أيضا الإبكار. انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لجميع المشاركين. نبدأ بالصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول، وهناك اللي تحتل المقدمة همس لمحمد بن بلاع بالدودة العامري، بينما في المركز الثاني وضوح سعيد بن راشد بسعيد العويسي يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وادي شواهين راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، بينما اللي احتلت المركز الرابع وفي المركز الرابع وتسللت الظبي علي بن سيف بن سهيل الدرعي، اما في المركز الخامس رعود لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام نتيجتنا للخمسه المراكز الاولى، بينما اسامي وشعارات اللي بعد الخمس المراكز الاولى لم يحين موعد دخولها. عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى المركز الاول والصداره الاولى وشعار الدرعي اللي تسلل الى مقدمه هذا الشوط والمركز الاول، وهذه هي الان الظبي لعلي بن سيف بن سهيل الدرعي اللي سيطرت على مقدمه الشوط والبدايه الاولى، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني هنا موضة اللي غادم مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي يتقدم الآن في هذه اللحظات. للنهاية اللي هي ومضه اللي تحتل المركز الثاني، ومضه بشعار ايضا مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، بينما نشوف المركز الثالث وهذه اللي وصلت الان صوغه لسعيد بن سرحان بن سيف الاكتبي تتقدم مع المركز الثالث، بينما رعود تتقدم مع رابع التحديات لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما اشوف الاسماء الغادمه، اشوف هناك واصله نهب طالب بن سعيد بن كاسب المسافري، ولكن نكتفي بهذا الندى للخمس المراكز الاولى المتقدمه. وعوده لشعار الدرعي، هذه هي الظبي مسيطره، الظبي على المركز الاول علي بن سيف بن سهيل الدرعي، بينما هنا ومضه اللي تتقدم مع المركز الثاني، ومضه بشعار مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي ليبحث عن الانتصار، ليبحث عن الفوز من خلال هذا الانطلاق الجميل. شعار حطين متواجد مع المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وفي المركز الثالث هذه هي رعود محمد بن سلطان بن رشيد السويدي غادم بن سلطان للمعركة مع الأمتار الأخير، ولكن هذه اللي وصلت ما يبنى لها طاري، هذه وزن حمد بن محمد بن غريم الفزاري غادم من السلطنة بالفعل، لكن عوده الى مقدمة الشوط، عوده الى الظبي، الظبي 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 على الصدارة على المقدمة علي بن سيف بن سهيل الدرعي، وتحركت ومضة مع المركز الثاني لمبارك بن محمد بن ثاني السويدي، ولكن وزن غادمة تحركت وزن بشعر حمد بن محمد بن غريم الفزاري، واللي واصله منوه لاحمد بن محمد بن روي الخيالي، اول ندى لها مع الامتار الاخير الامتار الحساسه، والدرعي مسيطر مع الظبي مع الدرعي. هذه هي الان على مقدمه الشوط علي بن سيف بن سهيل الدرعي سلام، ولكن الفزاري غادم واللحظات الاخيره. تهانينا والناموس لعلي بن سيف بن سهيل الدرعي المركز الثاني، الفزاري احتل المركز الثاني، المركز الثالث وصلت مشاهدينا الاعزاء، المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الاعزاء منوه لاحمد بن محمد بن روية الخيلي. هكذا نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى. نعود بالتهنئه والناموس الى مالك ايضا اللي هي الظبي، خطفت ناموس هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره اربع دقائق و35 ثانيه. تهانينا والناموس لعلي بن سيف بن سهيل الدرعي، تهانينا لجميع الفائزين.